منظر. حذر فذر اوعى تهذر وقد اعذر من انذر. حذر فذر اوعى تهذر وقد اعذر من انذر. حذر فذر اوعى تهذر. طب حذر فذر اوعى تهذر. يلا مامي تاو طنط قمر مثل خالته. يلا فلتوا بهجنينة بس خليكن تحت عيني. يلا 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 صغار إذا بدكن أبعوا الجازونات بس اوعى تقربوا على الوردات. ايه خبريني قلتيلي عايزتيني. بعرف مش رح تكسفيني ومبخوعة ترديني. عندي طلب صغير وما إلي غيرك تساعديني. خير شو في خوفتيني؟ كل الخير صدقيني. بس أنا وجوزي حابين نحتفل بعيد العشر سنين. ايه إلنا عشر سنين مجوزين. وأم السكري عالي وعايشة على الأنسولين وبي عطاكي عمره من سنين. أما حماتي حنين أنا وياها مش متفقين. منضلنا مقبرين واختي وجوزها معترين. اختي اوقاتها مفوله وابني عنده تقديم الدوله. فقلت يا بنت مين الك مين غير اصحابك القديمين توثقي فيهم وتقولي لهم وعولادك تامني لهم. قمت لعندك جيت وجبت لك هالعفاريت. الك سنين ما عم بتطلي ولا جاي تحطي ولادك وتفلي؟ ما الي غيرك صديقه والرفقه وقت الضيقه. دقيقه هلا هيدي دقيقه؟ لو في مرض لا سمح الله، لو في مشكلة لنحلها، بقول الواحد. بس رايحة تحتفلي بعيد العشر سنين، وبتتركيني وحدة مع أربع الشياطين؟ يقبروني تغيروا، وصاروا عقولين. مامي مامي شوفي. الله سامع. عم تحكي عن مين؟ هودي عقولين؟ الله سامع. الله سامع. Thank you.
بيحبوا يلعبوا يقبروني. ليكي انا نص مجنونه، ولادك حره فيهم. يقبروك ان شاء الله، بس انا ما بدي يقبروني. اذا ما صار له 5 دقايق ونطف الوردات. على 10 دقايق بيقبع الجازونات، وعن نص ساعه بنزل الطريات، وبشقلب الكنبيات، وبنزل علي الخزانات. هيدا ولد واحد بعد ما حكينا عن الستات. وينهن؟ الصبي شيطان فيهن وبلاهن، بس البنات يقبروني. لبسيني بتكلن عشاهن. مامي هون الكلب؟ لا الا ستي. اي طلعوا لعيوني هنايا يقبروني. وصلت مواصلهم على الصالون؟ بعتذر، باردون باردون. أعذر من أنذر.